الله يخليك. عندنا كلام مهم قوي عن النادي الاهلي، وعندنا فرحه مستمره للجماهير الاهلاويه بعد الفوز ببطوله الدوري، وكمان الفوز بالامس على نادي الزمالك. بشكل عام، كيف رايت المرحله الاخيره من بطوله الدوري بالنسبه للنادي الاهلي من خلال مواجهتي المقاولون ونادي الزمالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خليني الاول اقول انه اللي عمله فريق النادي الاهلي في مشوار البطوله والإنجاز اللي توج بيه بالفوز ببطولة الدوري، بصرف النظر عن أنه بطولة جديدة أضيفت إلى سجلات البطولات الكثيرة للنادي الأهلي، وبصرف النظر عن أنه يعني شيء مفرح وبطولة لها طعم خاص، لكن أنا شايفها بصفة عامة هي ملحمة يقتدى بها للمجتمع المصري كله. كويس. إزاي أنك أنت تكون في وضع صعب؟ إزاي أنك أنت يعني انا بتكلم بقى كشاب كرياضي كمصري، ازاي انك تكون في وضع صعب، تكون بتتكالب عليك قوى كتيره، بتكون في موقف عندك صعوبات بتواجهها، اصابات ومشكلات، واحيانا بعض الجوانب او القرارات الاداريه اللي بتفرض عليك، بعض الاتجاهات الراي العام اللي بتصنع بشكل او باخر، وتصمد امام كل هذا وتفضل ترتقي واحده واحده، ترتقي درجه درجه الى ان تصل الى هدفك. ده معناها انه كان في شيء من الايمان، شيء من التصميم، شيء من العزيمه، او خلينا ما اقولش شيء، كثير من التصميم والعزيمة والإصرار ومقومات البطل والإنسان القوي هو اللي بيحدد هدفه، هو اللي بيحدد هدفه. فأنا بعتقد إنه ما صنعه فريق النادي الأهلي نموذج يحتذى للرياضة والرياضيين ولكل مجالات المجتمع. الناس لازم تحتذي بمثل هذا الأمر. ما تلتفتش للصغائر وتحط قدامها الهدف، تجد صعوبات تتجاوز، تجد صعوبات قد تتعثر، ولكنها لا تقع، لكنها لا تستسلم لهذا الوقوع. كويس. ده نتاج الملحمة اللي كلنا شفناها واللي وصل بيها النادي الأهلي من فريق متأخر في ذيل جدول الدوري إلى فريق بيعتلي قمة البطولة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه اللي كان متصدر. فعلا. ناس كانت بتتصور إن ده أوهام، ناس كانت مستصعبة الأمر. ومش عايز أخبي على حضرتك، أنا كراجل مسؤول عن جورنان ومعايا زملاء بنقعد نستشير، وصلنا لمرحلة بنقول لا خلاص، يعني الأهلي الدوري، وكنا يعني شايفين أنه في صعوبات شديدة جدا، شكيتوا في أن الأهلي ممكن يفوز ببطولة الدوري، صعبة جدا، لكن إحنا ما شكناش في قدرة الأهلي. ولكن اللي سرب إلينا الشك كم الحرب وكم الظروف وكم ظروف المعاكسة اللي كانت ضد النادي الأهلي، من إصابات خطيرة جدا جدا من معظم لاعبي الفريق. النادي الأهلي لعب بعدد كبير، وصل إلى 12 و13 لاعب. وصلت الإصابات إلى رأس الإدارة في النادي الأهلي، إلى الكابتن محمود الخطيب اللي تعرض لوعكة صحية شديدة جدا جدا، ورغم ذلك كان بيأدي عمله وهو في المستشفى وهو يعني. فأنت بتتكلم على ملحمة تحدي، أتمنى أنها تكون نموذج يحتذى به لكل المصريين في كل المجالات. والنادي الأهلي كرائد في مجال الرياضة وفي صناعة الشباب بيقدم هذا النموذج بكل الاحترام والتقدير وبدون أي تجاوزات. كويس جدا. وهي بطولة في التحدي وبطولة في الأدب والأخلاق الرياضية. حلو قوي الكلام ده يا استاذ ايمن. في الحقيقه هروح بقى كفايه كده. لا نورنا طبعا. طيب يعني المباراتين بقى، مباراه المقاولين، وكان هدف النادي الاهلي داخل هذه المباراه ان هو عايز يحسم الدوري قبل مباراه الزمالك، وفعلا الحمد لله قدر ان هو يحسم البطوله. وكمان مباراه بعديها قدر النادي الاهلي انه يفصل ما بين فرحه الفوز باللقب والتركيز على الفوز على نادي الزمالك. شفت الماتشين دول ازاي؟ دي بصراحة فيها جانب كبير جدا جدا من الكلام اللي أنا قلته في الأول. كويس. لأنه أنت لما بتصل أمام فريق المقاولون وهناك شوشرة مصطنعة ومحاولة لصناعة وعي عام زائف لدى الرأي العام بأنه فريق المقاولون هيكون له توجهات أو هيكون له أمر آخر، من الشائعات اللي بتطلق للأسف الشديد، أنه في شائعات بتطلق يحمل وزرها من أطلقوها، ومحاولة لخوض في سمعة ناس شرفاء وفي كيان
يعني كبير كنادي المقاولون العرب. ويمكن انا كان ليا الشرف ان انا لعبت في نادي المقاولين العرب كلاعب تجديف، وليا يعني معاهم تاريخ في التجديف طبعا من قرون ماضيه كثيره يعني. لكن انا بتكلم على انه انت هذا الفريق وهذا النادي هو اللي فاز على النادي الاهلي في الدور الاول بنفس القياده الفنيه عماد النحاس وبنفس القياده الاداريه وبكل شيء صح. فانت بتحاول تعمل شوشره وتضغط على الراي العام. هو صحيح قد لا يؤثر في الناس المتبارية، ولكن للأسف الشديد أنت بتضع نقاط من السم في نفوس شباب لسه قلوبها غضة لما تشوههم وتشوه ناس قدامهم وتسقط القيمة والقدوة عند هؤلاء الناس. أنت بتعمل خلخلة في المجتمع بالزبط. وأعتقد أنه ده من أكبر الأخطار. خسارة ماتش أو مكسب ماتش أو ما إلى ذلك ده مش مهم، لأنه ياما ماتشات اتلعبت، ياما بطولات اتعملت، لكن في النهاية بتبقى القيم والأخلاق. أنا ليه أشك في أمير وأمير يشك فيا، وليه يبقى فيه نوع من هذا الحقد ونوع من هذا التضليل؟ يعني طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني يجازي كل من أساء لسمعة حد أو خاض في سمعة حد أو حاول أنه يتهمه بالباطل، ولكن أثبتت الظروف وأثبتت المواقف أنه ربنا سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين صح. فمش الفاسدين، المفسدين. فالمفسد هنا يعني أعتقد أنه يعني ربنا سبحانه وتعالى لو كان في الأمر الذي أشيع في جانب من الصحة ما كانش حصل هذا التوفيق للنادي الأهلي في تقدير المتواضع والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وبعدين تيجي بقى ملحمة إدارية. يعني أنا كنت بكلم يعني أخويا العزيز كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا. وكنت بقول له أنه الموضوع أنك أنت تستطيع أن تفصل بهذا الفريق في قمة الفرحة والسعادة والنشوة وتنقله النقلة الجدية لمواجهة مباراة كبيرة مع خصم كبير صح. زي نادي الزمالك بكل هذا التاريخ والاسم وما إلى ذلك وكل هذه الإمكانيات التي أتيحت للزمالك الحقيقة هذا الموسم من صفقات وإمكانيات مادية ويعني تهيئة إعلامية ومساندة مادية وكل ما أتيح. أعتقد أنها يعني برضو ملحمة بطولة وخط إداري متزن محترم، ويكفي انه ده يعني كان بوجود رئيس النادي اللي حط الفريق وراح له التدريب وحطه على الطريق وبعدين ابتعد عن المباراه عشان ما يبقاش فيه ضغوط على اللاعبين واشياء اخرى طبعا في عدم الحضور، ولكن هو اطمأن الى انه اللعيبه قدرت انها تفصل ما بين هذا المكسب والتحدي. وانا بعتقد يعني انا يعني عمري تجاوز 55 وما شفتش بطولة للدوري وبطولة للنادي الأهلي في كل هذا التاريخ من البطولات بهذه الصعوبة. مش صعوبة عشان النادي، ولكن صعوبة عشان زي ما قلت لحضرتك وحكيت للسادة المشاهدين الكرام الأجواء المحيطة طول الموسم، الظروف المعاكسة، كل ما إلى ذلك. فلما تتوج بهذا وتصل إلى قمة هذا المنحنى كنت أخشى أنه الأمور يبقى فيها ضرب. لكن هنا بقى كان السند الإداري والخط القيمي وروح الفانيلا الحمراء التي تتجلى في مثل هذا الأمر. الزمالك على فكرة للأمانة فنيا كان جيد جدا في مباراة الأمس طبعاً. وأدى بشكل جيد على مدار الموسم في الحقيقة، وأدى بشكل جيد كويس. ولكن تتجلى هنا روح الفانيلا الحمراء، تتجلى هنا قدرة اللاعبين على أن هم يتعاونوا ويلتحموا، وده ظهر جدا جدا في مباراة المقاولين. إزاي اللعيبة كلها بتجري على بعض، إزاي كلها بتبقى فرحانة لهذا التفوق، أنه تطلع القوة كمنا لواحد زي حسين الشحات في هذا التوقيت فعلا. طبعا التفوق والخط البياني المنتظم المرتقي لعلي معلول كل هذه الأمور أعتقد أنها من ضمن الجوانب بالطبع مع الخط الفني والإداري وقدرة فريق النادي الأهلي على أنه هو يصل إلى حالة الثبات اللي وصل لها.